الادرينال جلاند، اها بعتبرها كمان زي فكرة الباراسمباثيتكس بلانشنك، يعني زي ايش؟ بعتبرهم سبلانشنك نير ولا نعم بعتبرهم. نعم صح نعم. اوكي شكرا كثير. في أسئلة ثانية؟ دكتور أنا بدي أسأل سؤال، تفضلي. باللاترال هورن ممكن يطلع لنا أكثر من بري سينابتيك نيرون at the same segment spinal segment level صح؟ أكثر من فايبر يعني؟ أها آه أكيد عدد كبير من الفايبرز بيطلع، مش يعني مش واحد بس، إحنا بالصور بنحط واحد بس يعني عشان بس توضيحي بس، ولو عدد كبير يعني. حتى على الليفل من T5 ل L2 اللي هو اللي بيطلع الستنك بارت للأيورتا صح؟ نعم صحيح، مش إنه مش نيرف واحد يعني، هو فايبرز عدد كبير من يعني كل نيرف بيحتوي يمكن thousands من النيرف فايبرز. هسه بس بالنسبة للليفل هذا من T5 ل L2، هلا في منهم بيروحوا للأيورتا زي ما حكينا في أيورتا جانجليون، وفي منهم ممكن يروحوا up and down صح؟ إنه يصير لهم سويتشنج سوري بلا للأمر. ايش 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 سؤالك، عيدي بلا قلبك. سؤالي انه حكينا احنا من الليفل تي 5 ل L2 بصير انه في بيطلع البري سينابتيك بيعمل هون جانجليون بيطلع غيرته، هل هون شايفينهم هذول، هون شايفين بالصور، شايفين هذول، هذول تمام. من تي 5 ل L2 تقريبا، هذول بيعملوا اللي هم النيرز اللي بيغطوا الابدومينال بيك اورجانز. تمام. هلا دكتور سؤالي انه ممكن عاد بنفس الليفل هذا يطلع بري سينابتيك نيرونز تعمل سينابتيك على ابر ليفلز مثلا تطلع جانجليون ممكن وكذا ممكن تنزل لتحت، او تنزل لتحت. ممكن ما في شيء ليمتد يعني، ما في شيء ليمتد انه لا ما تطلعش وتنزل الفايبر، فايبر عادي تطلع باريحيه للابر والابر واللور ليفلز. هلا هلا في عندنا فايبرز كمان، في عندنا فايبرز كمان تطلع من مثل ما احنا شايفين هون، هذول سبلانك نيرفز رايحين يعملوا ايش؟ الابدومينو بلبيك اورجنز. في عندنا فايبرز تطلع من الابر بارت، من السمباثيتك كوردز، بتروح تغذي الكارديو يعني الكاردياك والبلمونري بلكسس، كل الفايبر تطلع يعني ما بترجع على السباينال نيرفز، بس برضه بتطلع من وين؟ من السمباثيتك ترانكس، بس مثل ما احنا ملاحظين هون عامله سينابسز. تمام؟ راح تروح تغذي الكارديو بلمونري اللي هي بسموها الكارديو بلمونري بلكسس، تغذي الهارت واللنجز والبرونكيال تري. في فايبرز كمان راح تطلع من السمباثيك ترانك وتروح يعني تمشي مع البلاد فيسلز اللي بتطلع على الهيد والنك عشان تصل للجلانس والسموث ماسلز الموجوده في الهيد والنك. واضح؟ بس هذول بيختلفوا عن الابدومينال بلبيك، هون مش عاملين سينابسز، هون لا عاملات سينابسز في السمباثيك ترانك. واضح شباب صبايا؟ في اي سؤال على السمباثيك ديفيجن لحد قبل ما نكمل؟ طيب نيجي هلا على الباراسمباثيتك ديفيجن. الباراسمباثيتك ديفيجن على عكس السمباثيتك، هذا كان اكتيفيتد خلال الستريسفول والامرجنسي سيتويشنز، هلا هذا هو بكون اكتيفيتد او بريبير البادي للايش؟ للاوردينري سيتويشنز، في حالات في مشان هيك بنسميه ايش؟ الريست اند دايجست ريسبونس. واضح؟ شو بصير لما يكون الباراسمباثيتك ديفيجن اكتيفيتد عكس السمباثيتك؟ شو ممكن نتخيل شو راح يصير؟ الكارد مثل الهارت ريت راح تقل صح؟ الكارديك اوت بوت راح تقل، الريسبيراتوري ريت بتنزل، بصير عندنا برونكو كونستريكشنز او برونكيال فازو كونستريكشن كونستريكشن ايش؟ وفازو كونستريكشن فازو كونستريكشن للمسلز، يعني خلاص فيش داعي بلاد سبلاي كثير للمسلز. تمام مظبوط، ايش؟ بس بالعب بس بيزيد الدايجستيف الدايجستيف سيكريشنز، البيريستالتيك موفمنت، سليفيشنز، كل هذا ايش؟ بيزيد لما يكون الباراسمباثيك ديفيجنز اكتيفيتد. بيبلري ديليشنز بصير عندنا كمان، وايش كمان؟ لا ما بصير دايليشن، بصير صح نعم كونستريكشنز للبيوبلز، يعني اشياء العكس عكس السمباثيك ديفيجنز. تمام؟ السيلفز بتاعت البيجنجليك نيورونز وين حكينا موجودين؟ الباراسمباثيك سمناه كرينيو ساكرال. ليش كرينيو ساكرال ديفيجن؟ ده موجود بالبرين ستيم وبالساكرم.
البادز تاعت البري جانجليون نيورونز موجودين في البرين ستيم وموجودين في الايش في الساكرام اس 4 تمام. اذا عشان هيك سميناه كرانيو ساكرال ديفيجنز. هذا بنشوف الفايبر الباراسمباتيك فايبر معظمها بتطلع عن طريق الباراسمباتيك ديفيجن عن طريق الكرانيال نيرفز. هلا الكرانيال نيرفز بغذي الكرانيال نيرفز الباراسمباتيك ديفيجنز الباراسمباتيك فايبرز اللي تطلع عن طريق الكرانيال نيرفز بتغذي معظم الانترنال اورجان في البودي يعني الجلاندز والمسلز الموجوده في الهيد والنك بتغذي الثوراسيك ريجنز الانترنال اورجان الموجوده في الثوراسيك في الثوراسيك ريجنز والموجوده في الابدومن كل الموجوده في الابدومن لحد يعني لحد البروكسيمال 2 ثيرد من الـ من الـ من الترانسفيرس كولون تمام. هلا الديستال 1 ثيرد من الترانسفيرس من الترانسفيرس كولون والريمينينج بارت من الدايجستيف تراكت بالاضافه للاورجانز او بتاعت اليوروجينيتال سيستمز الموجودين في البلبس هذول بيغذيهم ايش الساكرال ديفيجنز الساكرال بارت من الباراسمباتيك ديفيجنز. واضح دكتور ليش الجي يو اس بصير له ستيمولس بالباراسمباتيك الجي شو الجي يو اس انا قصدي الجيناتو يورينري يعني اليورينيشن والاريكشن. هل اليورينيشن هذا بالباراسمباتيك في الريست والدايجست بصير لهم اكتيفيشن والاريكشن ليش بصير له بالباس مثلا ستيميوليشن هم الستيميوليشن اي يعني هلا التحفيز الجنسي عاد بصير في الباراسمباتيك في الاوردينري سيتويشنز تمام. يصير عندك ستيميوليشنز للجينيتيريا في لما يكون في ستريسفول او ايمرجنسي سيتويشنز تمام تمام. لذلك اليورينيشنز او الستيميوليشن للريبرودكتيف اورجانس بصير في يعني بصير له ستيميوليشن في الباراسمباتيك ديفيجنز في حاله الريست في حاله الريست الريست اند دايجست. واضح واضح دكتور. يعني مثلها تقدر تحكي مثلها مثل الدايجستيف سيستم تمام. طيب الباراسمباتيك ديفيجنز على عكس السمباتيك ديفيجنز عادة الجانجليا الموجودة الجانجليا للباراسمباتيك ديفيجن موجودة بالقرب من التارجت أورغانز. عشان هيك البري جانجليونيك نيورونز عادة تلاقيها لونج بينما إلها شورت بوست جانجليونيك نيورون. واضح؟ لأنها مثل ما حكينا الجانجليا موجودة بالقرب من التارجت أورغانز وبعض الأوقات بتكون بالوول جدار هذا الأورغانز. واضح؟ طبعا احنا مثل ما حكينا اول انرفيت الانترنال اورجانز ما له انرفيشن للسكن السكن بيصلوا انرفيشن من السمباثيك ديفيجن بس. هون البري جانجليونيك نيورون والبوست جانجليونيك نيورون بوث يوز اللي هو سكريت الاسيتيلكولين از نيوروترانسميتر. واضح طبعا مثل ما حكينا هذا التارجت اورجانز وهذا السي ان اس الجانجليا بتكون قريبه من التارجت اورجانز لذلك لها لونج بري جانجليونيك نيورونز وشورت بوث جانجليونيك نيورونز. واضح النيوروترانسميتر الاسيتيلكولين والاسيتيلكولين بوث نيورونز يستخدم الاسيتيلكولين از نيوروترانسميتر طبعا مثل ما حكينا لونج وشورت وهون النوع النيوروترانسميترز هناك في السمباثيك كان النور البنفرين يستخدم في البوث جانجليونيك نيورونز. طيب هلا الباراسمباثيك ديفيجن حكينا من الكرانيال من البرين ستيم ومن من الساكرال سبينال سيجمنت لذلك هما يعني عشان هيك سميناه كرانيو ساكرال بارت من الاوتونوميك نيرفس سيستم. هلا نيجي نحكي عن الكرانيال اوت فلو شو وين الباراسمباتيك فايبر اللي بتطلع من البرين ستيمز شو باي نيرفز بتطلع شو التارجت اورجانز اللي بتعمل لها انيرفيشنز وبرضه نفس الشيء الفانكشن للساكرال اوت فلو تمام. هلا الباراسمباتيك ديفيجنز بالنسبه للكرانيال اوت فلو او الكرانيال بارت البري جانجليونيك نيورونز موجوده موجوده في بعض النيوكليا لبعض الكرانيال نيرفز اللي هم الكيلوموتر نيرف والفاشل والجلوسوفارينجال والفيغاس. هلا المعلومات اللي راح نحكيها المفروض انكم يعني انحكت قبل هيك في الكرانيال نيرفز. مثال عليهم انا اعطيتكم مثلا الجلوسوفارينجال حكينا في نيوكلياس بتعمل انفيريور سالايفاتوري نيوكلياس بتروح تعمل
البوست جانجليونيك باراسمباتيك فايبر تمشي في التيمبانيك برانش وتدخل على الميدل اير تعمل التيمبانيك بلكسس، بعدين من التيمبانيك بلكسس راح يطلع للسيربتروزال نيرف ويدخل من الفورامين اوفال لحد يوصل الاوتيك جانجليون، ومن الاوتيك جانجليون عن طريق الاوريكولو تيمبورال نيرف يروح يغذي ايش الباروتيد جلاند. هذا حكيناها في الايش في الجلوسفارنجيال. واعتقد دكتور رمادة او دكتور جمال مش عارف من بالضبط اعضاءكم النيرفز هذول، لازم يكون حكي لكم عن الباراسمباتيك بارتس، تمام؟ بس احنا هلا راح نراجعهم على السريع، تمام؟ اذا بالنسبه للكرانيال بارت السيل بادز وين موجودين؟ وفي بري جانجليونيك نيورونز موجوده في النيوكلياي تاعت الكرانيال نيرف داخل البرين ستيمز. اي نيرف اللي هم الاوكيلوموتر الثالث والفيشر رقم 7 و9 اللي هو الجلوسفارنجيال و10 اللي هو الفيجاس نيرف، واضح؟ تمام. اذا هم ايش من البرين ستيمز عن طريق هذول النيرفز مثل ما حكينا الكلوموتر فيشل جلوسفارنجيال فيجاس. طيب نشوف الفايبرز الباراسمباتيك فايبرز اللي بتمشي بالكلوموتر نيرف. الاوريجين للبري جانجليونيك نيورون موجودين الكلوموتر نيرف، اخذته صح درستوه؟ الو اخذنا. طيب الكلوموتر نيرف شنو النيوكليات تاعت الكلوموتر نيرف؟ هيدنجر وستفال فور ذا باراسمباثيتك نيرف سيستم والموتر. تمام، هاي انتم حكيتوها. اذا الهيدنجر وستفال هيدنجر وستفال النيوكليوس هذا ايش؟ باراسمباثيتك للكلوموتر نيرف. اذا بالنسبه للكلوموتر نيرف الباراسمباثيتك فايبرز اللي بتطلع بالكلوموتر نيرف الاوريجين تاع البري جانجليونيك نيورون من وين؟ من ايدنجر وستفال نيوكليوس موجوده في الميدبرين. الفايبر راح تطلع بالاوكيلوموتر نيرف. الاوكيلوموتر نيرف دخل على الاوربت عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر، صح؟ بعدين راح يعطينا السوبيريور ديفيجن والانفيريور ديفيجنز. الباراسمباتيك فايبر راح تدخل الاوكيلوموتر نيرف بعدين تمشي على الانفيريور ديفيجنز لحد توصل للسيلياري جانجليا. السيلياري جانجليا موجوده في الاوربت خلف الاي بول، تمام؟ وبعدين تعمل سينابسز مع البوست جانجليونيك نيورونز، والبوست جانجليونيك نيورونز تمشي تعمل الشورت سيلياري نيرفز لتروح تغذي ايش السيلياري مسل والبيبيلاري كونستريكتور مسل اللي بتحكم بالشيب تاع فتحه البيوبل قديش البوبو، يعني كنت تعمل كونستريكشن وداليشن للبيوبلز. هاي البيبيلاري كونستريكتور مسلز تعمل كونستريكشنز للبيوبلز، والسيلياري مسل بتحكم بالشيب تاع اللينس، واضح؟ الاكوموديشن اللي هو النيت الاكوموديشن للنيت فيجنز، واضح؟ اذا هذول اول باراسمباثيتك فايبرز من الكليموتر نيرف. الاوريجين تاعهم من اي نيوكليوس، كيف راح يمروا؟ راح يدخلوا على الكليموتر نيرف على اللور ديفيجن لحتى يوصل السيلياري جانجليون. عرفنا السيلياري جانجليون مفروض حكت عنها قبل هيك في الاوربت خلف الاي بول. وبعدين البري جانج البوست جانجليونيك فايبر راح تعمل الشورت سيلياري نيرفز. شورت سيلياري نيرفز راح تغذي هذول التو ماسلز اللي بتحكموا في البيوبل وفي الايش وفي الشيب تاع اللينس، واضح؟ في عندنا فايب طبعا هون مره ثانيه مش عارف هذا الصورة شو فيها. طبعاً هذا الكليموتر نيرف، هذا الانفيريور ديفيجنز لحد توصل للسيلياري جانجليون، ومن هون بأن عدد من الشورت سيلياري نيرفز راح توصل للسيلياري مصل مثل ما حكينا والبيبيلاري كونستريكتور مصل. دكتور ليش؟ تفضل تفضل. ألو مين كان بيسأل؟ انقطع اتصاله. تمام، يلا خليه يرجع، مش لما يرجع ان شاء الله بيسال. طيب بالفيشل نير برضو عندنا في عندنا باراسمباثيك فايبر تمشي بالفيشل نير، تمام؟ شو الروت تاع هاي الفايبرز؟ من وين الاوريجين؟ من السوبيريور سلايفاتري نيوكليوس، تمام؟ موجوده في اللور بونز. طبعا الباراسمباثيك فايبرز للفيشل نير راح تمشي بتو برانشز، الكوردا تيمبناي او الكوردا تيمبني والجريتر بتروزال نيرف. من الكوردا تيمبني الفايبرز هو برانش من الفيشال نيرف، الفايبر راح تمشي من الكوردا تيمبني بعدين تمشي في اللينجوال نيرف.
لينجوال نيرف برانش من ايش؟ لينجوال نيرف من وين جاي؟ فيغاس ترايجيمينال. يا سلام، مانديبولار وترايجيمينال، من المانديبولار ديفيجن اللي هو اصلا برانش من الترايجيمينال نيرف. تمام، اذا راح تمشي الكوردا تيمبناي هو برانش من الفيشن نيرف، راح تمشي فيه البري جانجليونيك باراسمباثيك فايبرز، بعدين الفايبر راح تمشي في اللينجوال لحتى توصل لوين؟ للسب مانديبولار جانجليون. من السب مانديبولار جانجليون البوست جانجليونيك فايبرز راح توصل لوين؟ سوري، للسب مانديبولار جلاند والسب لينجوال جلاند تاعت السلايفا. تمام، واضح. في عندنا برانش ثاني برضو عن طريق الجريتر بتروزن نيرف، الجريتر بتروزن نيرف راح توصل للتريكوبلاتان جانجليون. التريكوبلاتان جانجليون معلقه باي برانش من التراجي من النيرف؟ زيجوماتيكو فيشل، زيجوماتيكو تيمبورال. لا قصدي التريكوبلاتان فوسا معلق بنيرف، هذا النيرف شايفينه هو برانش من النيرف من الماكزيلاري نيرف. نعم صحيح، هي معلقه بالماكزيلاري نيرف. الجريتر بتروزن نيرف راح يوصل لهذه الجانجليا، والبوست جانجليونيك فايبرز راح تروح عاده للجلاند تاعت تاعت السوفت باليت والاشياء هذه، السوفت باليت والنيزو فارينكس واللاكريمال جلاندز. لاكريمال جلاندز وجلاند سوفت باليت، اي لاكريمال؟ اللاكريمال جلاندز. اللاكريمال جلاند هو الموجودين في الاوربت. واضح؟ اذا اول واحد الكريموتر كان مسؤول عن الانيرفيشن للبيبيلاري كونستريكتور مسل والسيلياري مسلز، وعرفنا الباثوي عن طريق السيلياري جانجليون. الفيشل نيرف، الفيشل نيرف راح يغذي السب مانديبولار والسب لينجوال سلايفري جلاندز. تمام؟ عن طريق الكوردا تيمبناي، ومن الكوردا تيمبناي الفايبر راح تمشي في اللينجوال نيرف لحتى توصل للسب مانديبولار جانجليون. وبرضو عن طريق الجريتر بتروزن نيرف يوصلوا لوين؟ الجريتر بتروزن نيرف برضو هو برانش من الفيشن نيرف، راح توصل البري جانجليونيك فايبر لحتى توصل للتريكوبلاتاين جانجليون. التريكوبلاتاين جانجليون موجودة في التريكوبلاتاين فوسا، فوسا موجودة خلف الأوربت. تمام؟ التريكوبلاتاين جانجليون معلقة وين؟ بالماكزيلاري نيرف، بالماكزيلاري برانشز اوف تراجيمينال نيرف. تمام، البوست جانجليونيك فايبرز راح توصل لللاكريمال جلاندز والجلاند تاعت السوفت باليت والنوزو فارينكس. دكتور بس شو الكورس اللي بوصل لللاكريمال؟ الكورس بوصل لللاكريمال. طيب هاي من هون شايف، هاي الجلاند صح، في عندنا التريكوبلاتاين فوسا هاي اللي بنحكي عنها اللي موجود فيها التريكوبلاتاين كانال. إذا تدخل في عنا جوا الأوربت، في عنا سوبر الأوربت الفيشر وإنفيرو الأوربت الفيشر صح؟ تذكر الأناتومي تحت الأوربت في شقين، في سوبر الأوربت الفيشر وفي إنفيرو الأوربت الفيشر. اللي سأل معي صوت بيقدم عندك، صوتي واضح أنا؟ آه دكتور صوتك واضح، آه بس شكله هو برضو قطع الاتصال عنده. آه شو اسمه، مين هو؟ أتوقع بشار كيوان. بشار رجعني. بشار الصوت بيقطع من عندك، سامعني بشار؟ طيب لما ترجع بشار من شو اسمه؟ الأكريمة. اللي هو الأكريمة الجلانس، هو الفايبر تطلع من التريكوبلاتان جانجليون البوست جانجليونيك فايبر تمشي في الانفيريور اوربيتال فيشر عشان تدخل للاوربت حتى توصل لللاكريمال جلاندز. شايفين هذا الفايبر راح توصل لللاكريمال جلاندز، في فايبر لا راح تنزل وتوصل للسوفت باليت والنيزو فارينكس. صوتك يا بشار، صوتك مش واضح يا بشار، أين أنت يا بشار؟ ما دكتور سامع؟ إذا سامعني
صوتك مش واضح يا بشار. يعني اذا عندك شو اسمه لما يزبط الصوت وما وضحت الامور برجع معك. تمام يا بشار، مش سامعينك يا بشار. طيب لما احكي الغريب انه مش فاتح المايك، مش عارف صوت هالمهم بيجي. دكتور انت طاف المايك. دكتور ما في صوت. دكتور تمام سوري، بس شكلي عملت ميوت بالغلط. تمام. طيب احنا وين صرنا؟ الفيش الجلوسوفارينجيال، في عندنا الفيجاس نيرف، في عندنا فايبر، لا قبل الفيجاس الجلوسوفارينجيال نيرف. في الجلوسوفارينجيال نيرف حكينا عنه، هذه الفايبرز راح تطلع من الانفيريور سلافاتر نيوكليوس وتمشي في الجلوسوفارينجيال. تمام. وبعدين على التيمبانيك برانش تدخل التيمبانيك بلكسس، حكينا التيمبانيك بلكسس هذه انرفيت الميدل اير وانرفيت الاستيكين تيوبس. الباراسمباتيك فايبرز، الفايبر اللي راح تطلع من التيمبانيك بلكسس راح تعمل لسر بتروزن نيرف، حكينا تدخل من الفورامين اوفال لحد توصل الاوتيك جانجليون موجوده في السامانديبولار فوسا، وبعدين عن طريق الاوريكولوتيمبورال نيرفز راح تروح يغطي الباروتيد سلايفري جلاند. واضح؟ هاي الفايبرز اللي راح تمشي في الجلوسوفارينجيال نيرف. طبعا حكيت لكم مره ثانيه المفروض هذه الاشياء انشرحت في شو اسمه في النيرفز، يعني في الكرانيال نيرفز. كل كرانيال نيرفز في نوع انواع من الفايبر، بعض الكرانيال نيرف اللي هم الاوكليموتر والفيشل والجلوسوفارينجيال والفيجاس هذول بيحملوا برس، بالاضافه للموتر والسنسور فايبرز العاديه بيحملوا برس سمباثيتك فايبرز. دكتور تفضل. الاوتيك جانجليون موجوده بالانفراتمبورال فوسا مش الاوتيك جانجليون موجوده في الانفراتمبورال فوسا، التيرجوبلاتاين جانجليون موجودة في التيرجوبلاتاين فوسا. تمام دكتور. إذا حكيت إشي غير هيك مكون. قلت سب مانديبولار فوسا. لا الأوتيك موجودة في السب، الأوتيك في السب مانديبولار، في السب سبتمبرال فوسا. تمام دكتور. طيب هلا الفيجاس نيرف، الفيجاس نيرف الفايبرز من البري جانجليونيك باراسمباتيك فايبرز موجودة في الدورسال نيوكليوس أو فيجاس نيرف أو الدورسال فيجاس نيوكليوس. تمام، موجوده في الميدلا اوبلانجاتا. الفايبرز راح تطلع عن طريق الفيجاس نيرف، اصلا الفيجاس نيرف معظمه باراسمباتيك فايبرز. تمام، الفيجاس نيرف يمكن الدكتور رماد شرحت لكم اياه، هو المسؤول عن الانرفيشن للمسلز اوف باليت والمسل اوف فارينكس. تمام، هذول سكيليتال المسل ما في مشكله، بس معظم الجي اي تراكت والباراسمباتيك انرفيشن للانترنال اورجان موجوده في الثوركس والابدومينال regions في الابدومينال كافيتيز، هذول مغذيات بالايش بالفيجاس نيرف. تمام، واضح. اذا الفايبرز راح تطلع من الدورسال موتور نيوكليوس الباراسمباتيك فايبرز، والكورس راح تمشي من خلال الفيجاس نيرف. عاده الجانجليا اللي تبعات الفيجاس نيرف، الفيجاس نيرف مسؤول على انرفيشن مثل ما حكينا للايش للانترنال اورجان موجوده في الثوركس، الباراسمباتيك انرفيشن للهارت لللنجز برونكيال تري عن طريق الفيجاس نيرف، الابدومينال فيسرا الستومك سمول انتستين اللارج انتستين. اللارج انتستين مثل ما حكينا لعند البروكسيمال 2/3 من الترانسفيرس كولون. تمام، الليفر البنكرياس معظم الابدومينال فيسرا انرفيتد الباراسمباتيك انرفيشن بيجيها اللي هو بيجيها انرفيشن عن طريق ال عن طريق الفيجاس نير. الفيجاس نير اصلا اسمه بالعربي ترجمه الفيجاس شو معنى فيجاس؟ الحائر او يعني الكبير او يعني الكون، هذا دلاله على شو اسمه على الديستريبيوشن يعني الوايد تشعبه
للانرفيشن تاعه، تمام؟ واضح؟ بنشوف الجانجليا تاعت الباراسمباثيتك تاعت الفيجاس نيرف، الباراسمباثيتك جانجليا تاعت الفيجاس نيرف موجوده عاده مثل ما احنا شايفين بالقرب او بعض الاوقات بالوول تاع التارجت اورجانز، واضح؟ ايوه بنشوف طبعا هذا الفيجاس نيرف راح ينزلوا ويعملوا الاسفيجر بلكسس بتغذي شو اسمه الاسفيجاس، وبيعملوا الكارديو بلمينري بلكسس بتغذي الهارت واللنجز، وبعدين راح ينزلوا مع الاسفيجاس من خلال الديافرام على الابدومين، ومن الابدومين راح يعملوا بلكسس كبير راح تغذي مثل ما حكينا الاستومك سمول انتستين اللارج انتستين لحد البروكسيمال تو تيرت من الترانسفيرس كولون، راح يغذي الليفر البنكرياس سبلين، يعني هاي كل الاورجنز بغذي عن طريق الباراسمباثيتك انرفيشنز اوف فيجاس نير، تمام؟ اخر شيء في عندنا ايش؟ ساكرال اوت فلو. ساكرال مثل ما حكينا جزء من الباراسمباثيتك هو ساكرال بارت، وين موجودين؟ في ما في لاترال هورن، هون ما في لاترال هورن، اللاترال هورن بالساكرال يعني هي من منطقه بين الانتيريور والبستيريور هورن، بس اللاترال هورن هون مش واضح كثير بالساكرال ديفيجنز، مش مهم. المهم تعرفوا انه البرا الاوريجن تاع البريجانجيوليك باراسمباثيك فايبر من السكند والثيرد والفورث ساكرال سيجمنت، يعني من S2 لS4، تمام؟ الفايبرز اللي راح تطلع من هون من هذول السيجمنتس راح تعمل إشي البلبكس البلبك نيرفز، البلبك نيرفز راح يغذي ريمينينج بارت من الجي اي تراكت اللي هو ديستال 1 ثيرد من الترانسفيرس كولون، وراح يغذي ايش كمان؟ الديستال 1 ثيرد من الترانسفيرس كولون والديسندينج كولون والسيجمويد والريكتم، وبرضه راح يغذي هذول البلبك نيرفز اللي جايين تعمل باراسمباثيك انيرفيشن للبلبك اورجانز، واضح؟ تاعت اليورينري سيستم والريبرودكتيف سيستم، واضح؟ عرفنا كيف الديستريبيوشن للباراسمباثيك ديفيجنز، شو النيرفز، شو الكرانيال نيرفز، اي كرانيال نيرفز بتحمل باراسمباثيك، والتارجت اورجانز والنيوكلياي كيف الباثوي. حكينا الفيجاس نيرف اللي هو اكثر معظم الباراسمباثيك انيرفيشن بيكون عن طريق الفيجاس نيرف، تمام؟ سواء حكينا على الانترنال اورجانز الموجوده في الثوراسيك ريجنز او الموجوده في الابدومينال فيسرا، تمام؟ البلبيك فيسرا جزء من الجي اي تراكت، والبلبيك فيسرا هذول ايش؟ سبلايد او انيرفيتد عن طريق الايش؟ الساكرال بارت اوف باراسمباثيك ديفيجنز، واضح؟ في اي سؤال لحد الان؟ هي خلصنا السمباثيك والباراسمباثيك، في اي سؤال؟ دكتور الترايجيمينال ما إله باراسمباثيك؟ الترايجيمينال لا، يعني احنا لما الترايجيمينال يعني النيرز الفايبرز تاعت الباراسمباثيك بتمر من خلال مثلا عندنا مثل حكينا الكوردا تيمباني، الكوردا تيمباني هو برانش من الفيشن نيرف، صح؟ برانش من الفيشن نيرف، بس بعدين الفايبر راح تمشي تدخل من الكوردا تيمباني تدخل على اللينجوال نيرف. اللينجوال نيرف اصلا هو برانش من المانديبولا، واللي هو اصلا برانش من وين؟ من التراجيمينال، بس الاوريجن تاعهم من نيرف ثاني. التراجيمينال ما له، ما في يعني ما في باراسمباثيك فايبرز تطلع من الاوريجن تاع التراجيمينال. طيب لما حكينا عن الزايجوماتيكو تيمبورال هذا ايش دوره يعني بالباراسمباثيك؟ لانه هو من التراجيمينال، وبرضه كمان لما حكينا عن الاوريكولوتمبورال نيرف وين هذا؟ هذا اوريكولوتمبورال، حكينا عنه، هذا من التراجيمينال، ايش دوره يعني بالضبط؟ هذا الفايبرز، هلا الفايبر بعد ما تصل الاوتيك جانجليون، احنا الفايبر الباثوي كيف كانوا؟ تيمبانيك برانش من الايش؟ من الجلوسوفارينجيال، وبعدين التيمبانيك برانش راح يعمل تيمبانيك بلكسس، والتيمبانيك بلكسس راح تعطي الليسر بتروزن نيرف. هلا الفايبر البري جانجليونيك باراسمباثيك فايبر ماشي خلال هذه الباثوي، تمام؟ راح توصل للاوتيك جانجليون، من الاوتيك جانجليون هاي هون وصل للاوتيك جانجليون. هلا من الاوتيك جانجليون شو راح يطلع؟ شو الفايبر راح تطلع؟ البوست جانجليونيك نيورون، صح؟ معي انت؟ معك دكتور. البوست جانجليونيك نيورون، البوست جانجليونيك نيورونز راح تمشي في الاوريكولو تيمبرال نيرف اللي هو النيرف هذا نحكي عنه لحد ما تصل للباراتيد سالايفري جلاند.
حتى يعني احنا بنمشي مع الفايبر تبعونه بس مش هو المصدر للباراسمباثيتك. مش شرط يعني هو هذا نيرفز بتمشي مع البرانش بتاعت التراجمينال، بس انه يعني فايبرز بس مش شرط يعني، بس هون شايفين جايين من الجلوسوفارنجيال ودخلت على البرانشات تاعت، صارت تمشي بالبرانشات تاعت الجلوسو تاعت التراجمينال. نفس الشيء الفاشيا، فاشيا الكوردا تمبناي هو برانش من الفاشيا نيرف، بس بعدين الفايبر مشت من الكوردا تمبناي دخلت مشت في اللينجوال نيرف، واضح؟ اما عادة الفايبر الباراسمباثيك فايبر الموجودة في البرانشات تاعات التراجمينال دائما الاورجن تاعهم من نيرفز ثانيين، واضح؟ تمام تمام. في اي اسئله ثانيه؟ طيب اخر شيء ما نحكيه بشكل سريع يعني، انه هاي الانترنال اورجانز، الانترنال اورجانز سموث ماسلز او الجلاندز برضو كمان بنتقل فيها يعني، غير لها صح لها موتور انرفيشن برضو كمان لها ايش سنسوري نيورونز، سنسوري نيورونز اي بين اي تمبريتشر اي ريتيشنز اي كيميكال تشينج او ستريتش بالوول لهي الفيسرال اورجانز، هاي برضو تعتبر سنسوري انرفيشنز. تمام. عاده السنسوري انرفيشنز طبعا بتصل للبرينز والبرين هو بيعمل انتربريتيشن مثلها مثل اي سنسور مثل اي سنسور انفورميشن تصل للبرين لازم يعملها ايش انتربريتيشنز او يعمل اناليسز لهذه الداتا. تمام. عاده الفايبرز اللي بتصل من السنسوري اورجانز يعني السيمباثيتك فايبرز والفايبر بتاعت الفيجاس نيرف عاده هي اللي بتاخذ هذا السنسوري نيورونز، يعني السيمباثيتك نيرف والفيجاس نيرف بالاضافه للسيمباثيتك والباراسيمباثيتك فايبرز برضو في كمان فيها سنسوري نيورونز. تمام. سنسوري نيورونز تنقل السنسوري انفورميشن من هاي الاورجانز لحتى تدخلهم وين على البرين. مش كثير مهم يعني الموضوع هنا، بس هو له علاقه كمان بالريفيرد بين عاده يعني الريفيرد بين مثل ما بنعرف انه عاده الانترنال اورجان المريض مثلا يعني اكثر شيء مشهور مثل الجول بلادر، عادة عندهم جول بلادر أو التهاب في الجول بلادر أو عندهم ستون في الجول بلادر دائما المرضى وين بيحسوا بالألم تاعه؟ مع بالباك رايت أبر كوادرانت. لا هاي هاي الجول بلادر عادة المريض إذا عنده مشكلة في الجول بلادر بيجي مشكلة من كتفه اليمين، تلاقي المريض منطقة كتف اليمين تلاقي هذا يعتبر ريفيرد بين للايش لمشاكل الجول بلادر. تمام. اللي عندهم مشاكل بالهارت عاده البين وين بيكون على الليفت ارم او الانر سايد تاع الليفت ارم، يعني عاده الكبار بالعمر بيحكي له اذا صار عندك الم او في منطقه الليفت ارم هذا ممكن يكون انه دليل انه بصير في عنا انه في عنا جلطه في او في مشكله في عضله القلب. تمام. هذا بسموه ريفيرد بين، يعني عاده الفيسرال اورجانز البين اللي طالع من الفيسرال اورجانز بيكون ايش بريسيفت تو بي سوماتيك ان اوريجين. تمام. يعني عاده البين احنا بنحسه تاع الفيسرال بين ما بنحسه في موقعه نفس الموقع يعني من تاع هذا الاورجانز الانترنال اورجانز دائما بنحسه وين على منطقه من الجسم يعني سوماتيك ان اوريجينز. تمام. مثل ما حكينا مثل الهارت بنحسه دائما على الليفت ارم او الجول بلادر. الجول بلادر عاده المريض بيحكي لك ايش دائما المريض اللي بيجيك مريض مثلا بيشكي مثلا رايت شولدر في عنده دائما الم وما يعني ما صار معه اي اكسيدنت او اي تروما ممكن عاده يعني ممكن انك ايش تحكي له روح تاكد مثلا من الجول بلادر. تمام. لانه عاده البين من الجول بلادر ريفيرد وين بيكون على الرايت شولدر. تمام. هذا له علاقه بالموضوع يعني ليش هذا الريفيرد بين يقال انه له علاقه انه يعني الفيسرال بين البين تاعات البين اللي هي الافيرنس او الباثوي او النيورونز اللي بتحمل السنسوري انفورميشنز من هذه الاورجانز تمشي بنفس التراكتس تاعات شو اسمه تاعات السوماتيك، يعني البين تاعات السوماتيك ريجنز. واضح؟ واضح هون النقطه. كيف يعني دكتور؟ يعني هلا هو تفصيل يعني تفسير دقيق لها صعب يفسروها تفسير دقيق، بس عاده البين اللي ماخذ من هذه المنطقه بيمشي بنفس الباثوي اللي بتمشي مثلا الليفر الجول بلادر
البين اللي طالع من الجول بلادر راح يمشي باثوي في السبايناثالاميك تراكتس، تمام، عشان يطلع توصل للها لل لل للبرين او توصل للسيريبرال كورتكس. عاده بقول لك انه المنطقه يعني انه المنطقه مثلا هون الشولدر والمنطقه الجول بلادر نفس بيمشي بنفس الباثوي، عشان هيك البين اللي طالع من الجول بلادر بيكون هو ايش افكت على منطقه الشولدر. واضح؟ تمام. انه الباثوي اللي بتاخذ البين من هذه المنطقه، منطقه الشولدر ومنطقه الجول بلادر، بيمشوا مع بعض، عشان هيك هون في عندنا ريفيرد بين، عشان هيك الالم تاع الجول بلادر بيطلع في الرايت شولدر. تمام. بس هو هذا يعني مش شيء، يعني هذا شيء يعني واحده من يعني من التفسيرات على الريفيرد بين. واضح؟ سوري مش فاهم. انهم بيكونوا مشتركين الاثنين، المكان اللي فيه البين مع المكان اللي صار فيه ريفيرد بين نفس السكند اوردر نيورون، فعشان هيك بيعطينا البين فبكره. اه نفس الباثوي. تمام صحيح. يعني هو الباثوي لما تاخذ كامل من الباثوي من لتوصل للثلاموس ومن الثلاموس للكورتكس، هذول يشتركوا بنفس بيكون بنفس الباثوي، نفس مالي بشكل ادق مثل ما حكى زميلكم، نفس السكند يعني السكند او الثيرد اوردر نيورونز. تمام، عشان هيك في ريفيرد بين. يعني بكون الفيرست اوردر نيورون بيعمل ساينابس على نفس الجانجليون، يعني جاي من السكن واللي جاي من الكول بلادر. مش نفس الجانجليون، هون ما في جانجليون، هون سنسوري، بيعمل ساينابس بالنيوكليا الموجوده في قصدي بالسباينال كورد، يعني بالسباينال كورد او في الثلاموس. نعم. طيب اخر شيء راح نحكي عنه مش نطول على سامة. اخر شيء مثل ما حكينا الاوتونوميك نيرفس سيستم، النيوكلياي تاعات الاوتونوميك نيرفس سيستم الموجوده في الكرين ستيم في البرين ستيمز، او النيوكلياي الموجوده لاترال هورنز تاعات السمباتيك والباراسمباتيك الموجوده في السباينال كورد، دائما بيجيها انبوت. حكينا الكنترول تاع الاوتونوميك نيرفس سيستم عن طريق الهايبوثالاموس. تمام، ما في كنترول على الاوتونوميك نيرفس سيستم من السيريبرال كورتكس، عشان هيك حكينا شو اسمه يعني الاوتونوميك نيرفس سيستم، الفانكشن الاوتونوميك نيرفس سيستم بتكون اندر ذا كونشس ليفل. احنا ما بنعمل شيء، يعني هذا شيء انفولنتري. تمام، عاده الكنترول بيجي من وين؟ هاي النيوكلياي او البرين ستيم النيوكلياي تاعت الاوتونوميك نيرفس سيستم بيجيها انبوت من وين؟ من الهايبوثالاموس. تمام، وهيك خلصنا المحاضره. اتمنى انكم يعني تكونوا استفدتوا من الموضوع بشكل عام، يعني موضوع حلو بصراحه. في حدا عنده اي سؤال؟ دكتور عندي سؤال بس سريع. تفضل. هسه الكاروتيد بادي بيجيها من الجلوسو فارينجيال نير صح؟ والاورتيك بادي بيجيها من الفيغاس؟ هلا الاثنين بيجيهم من الجلوسو فارينجيال، بس ممكن انه ياخذها من ياخذ فيغاس، يعني صراحه مش متاكد، لانه انا بتذكر بس ما ذكرتش الدكتوره رماد عن الفيغاس انه باخذها من الاورتيك بادي، بس انا بعرف ايش من السي في اس، يعني لما كنا ناخذ الفيسيو يعني السي في اس اتوقع بيعطي الفيغاس. هلا الجلوسو فارينجيال بيعطي باخذ من الكاردييد بادي والكاردييد ساينس، بس اتوقع الفيغاس كمان له انفولف باخذ واحد منهم، مش ذاكر بالضبط بصراحه، بس ما الجلوسو فارينجيال، بس ممكن الفيغاس كمان ياخذ. تمام دكتور. نعم بصراحة ما عندي، يعني بس إنه الجلوسو فارينجيال يعني ممكن سنسور إنفورميشن تطلع مش بس من الجلوسو فارينجيال، أتوقع الفيغاس في جزء من ال من الهاي إنفورميشن من ال من الجلوس، بس هي مينلي عن طريق الجلوسو فارينجيال، بس ممكن بعض السنسور إنفورميشن تطلع بالفيغاس. واضح؟ يعني واضح دكتور. هو كان يعني إنه الكاروتيد من الجلوسو فارينجيال، بينما الأورتيك بادي جاي من على الفيغاس، يعني تطلع عن طريق الفيغاس. هيك على الاورتيك مش الكاروتيد. كاروتيد بادي واورتيك بادي. هلا الكاروتيد الاورتيك ممكن ياخذ الفيغاس، الكاروتيد مين اللي بياخذ من يعني بتطلع الانفورميشن سنسور انفورميشن بالجلوسو فارينجيال. تمام دكتور يعطيك العافيه. هذا الكاروتيد يعني، تمام بالذات الكاروتيد يعني مين اللي بالجلوسو فارينجيال، بس ممكن كمان بالفيغاس، ممكن يكون في برانشات من الفيغاس. هلا اخر شغله، لانه انا في زمان في الطلاب كانوا يسالوني عن موضوع الجاج ريفلكس. هلا احنا حكينا الجاج ريفلكس
سنسوري وموتور. السنسوري عن طريق جلوسو فارنجيال، والفيغاس والموتور عن طريق ايش؟ الفيغاس، صح؟ هلا هلا ما انا عارف انه هلا احنا حكينا كل المصل تاعت الفارينكس بتكون انيرفيتد عن طريق الفيغاس نيرف باستثناء الستايلو فارنجيس. ستايلو فارنجيس حكينا هي المصل الوحيد تاعت الفارينكس مغذي بليش؟ بالجلوسو فارنجيال. هل هذا يعني انه الستايلو يعني لما نجي نحكي افرد، ليش احنا حكينا الموتور فيغاس؟ لانه معظم المصل تاعت البلت تاعت الفيغاس بغذيهم الفيغاس، عشان حكينا الموتور لمب تاع الجاك ريفلكس هو عباره عن فيغاس. بس ما ننسى انه يعني الستايلو فارنجيس برضه بتشارك في الجلوسو بالجاك ريفلكس، بس هي سبلايد بالجلوسو فارنجيال. بس احنا بشكل عام نحكي موتور نحكي فيغاس، لانه معظم كل المصل بتاعت السوفت باليت بتاعت الفارينكس هي مصل واحده بس تطلع من الفيغاس نيرف اللي هي الستايلو فارنجيس اللي بيغذيها الجلوسو فارنجيال نيرف، بس كلياتهم بيشاركوا بالجاك ريفلكس. تمام، بس كونه معظم المصل بيغذيها الفيغاس نيرف، كل المصل اصلا باستثناء مصل واحده، عشان هيك بنقول الموتور بس هو فيغاس خلاص، يعني ما بنحكي انه الجلوسو فارنجيال كمان موتور. واضح اللي كان يسأل في طلاب كان يسألون عن هذه النقطه يعني؟ واضح دكتور. تمام، يعطيكم العافية، إن شاء الله نشوفكم محاضرات يوم يوم بكرة، في عندكم محاضرة إلي يوم بعد بكرة إن شاء الله. تمام، ويعطيكم العافية، اللي عنده أي سؤال يبعث مسج بأي وقت. أهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. استنوا الأستاذ أسامة، هلا راح أنا أرن عليه خليه يدخل على اللاب. تمام، يعني نظلنا بالميتينج ولا لا؟ أطلع وهو راح يرجع يدخل مرة ثانية.